الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم. إيمانا منا بإرادة الشعب العراقي ومسيرة عائلة آل خشان وعشائر البركات في مقارعة الظلم على مدى عقود، وهم الذين قدموا الكثير من التضحيات، وهم منذ ثورة 20 ومواجهة أنظمة الفساد في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق أبناء الشعب العراقي ومحاربة الفساد. نوجه خطابنا إلى الأمة العراقية وندعو جميع الأحرار إلى شجب واستنكار كل أشكال التجاوز الجاهلة بحق أبناء هذه العائلة وعشيرة البركات وأهل المثنى والعراق الأحرار. ونؤكد أن ما ذكره النائب الشيخ باسم خشان على قناة دجلة ووصفه ادعاءات الإصلاح التي أطلقها السيد مقتدى الصدر، وهو يعني ما يقوله عن جزئية الإصلاح التي يدعي مقتدى الصدر بها أنه ولا يحتاج إلى تأويل، وأن حديثه كان يتعلق بادعاء الإصلاح وكان وصفا لهذا الادعاء، وعلى كل من يتصدى للعمل السياسي أن يتقبل انتقاد الشعب له أو يترك السياسة لسواه ولا يصادر حق التعبير عن الرأي، حرية التعبير عن الرأي. وتحمل عشائر البركات وكافة أبناء المثنى السيد مقتدى الصدر شخصا مسؤولية أي تجاوز يحدث من أتباعه أو فعل يؤدي إلى المساس بأمن وسلامة النائب باسم خشان وأمن المحافظة أجمع. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي هم فيه يصعقون. فاهم خزعل خشان شيخ عموم عشائر البركات في المثنى 13/9/2021.